لكن طول الوقت بنسمع عن رجاله ما عتقوش. ستات، اطفال، حيوانات، حيوان، طفل، خرم المفتاح، ما يهموش، المهم يرتاح ان شاء الله ماسوره الغساله عشان يثبت لنفسه انه يا حول الله راجل. ده حتى الرجاله ما عتقوش بعض، ويا ريت برحمه، الا ساعات بادوات حاده يموتوا في النفخ. بعد كل هذا الكم من حوادث الاغتصاب الجنسي حوالين العالم كله، حد سأل نفسه سؤال، ليه اللي بيقوم بالجريمة الأقذر والأبشع والأوطى في الكون كله راجل؟ حد سمع عن ست واحدة اغتصبت حد؟ تقدري تاخدي عينيه وفوقيهم حواجبه هدية لو نعرتي فيه، حتى لو بتكذبي وهو عارف انك بتكذبي، بس يحس بقيمته. هي محتاجة عصف ذهني، وانت كل مشكلتك سرعة قذفك، فخلصي يا ماما عشان مش هعرف اعمل كده بعد نص ساعة. واكبر دليل على كلامي اللي بيحصل بعد اي علاقة زوجية حميمة، هو عايز ينام عشان يشحن وانتي مستنية شوية رومانسية. مين رومانسية دي؟ لا ما تاخدش بالك، ده نوع محشي ادور على طريقته. وستات المتجوزين بقى هيفهموني جدا وهيوافقوني، لانه لو عايز يصالحك مثلا هيقولك ما تيجي العيال نامت، هو كده بقى فاكر انه بيصالحك. تقوم عليه غريزته، يتحرك فيه جزء منه، ما يميزش بقى اي خزق قدامه، اي حاجه يرضى بقى، بس مش برضا ملوش فيه، قراره طلع ومش هينزل. المصيبه بقى مع كون غريزته الجنسيه او احتياجاته وكمان بيستمتع بيها حتى لو مش برضا الطرف اللي قدامه، فيطلع المغتصب المريض زي ابطالنا يحبوا الاطفال. غريزته تقب عليه في فرح مليان مخدرات، تروح مطلعه كل اللي كاتمه، وهوب جريمه اغتصاب طفل لست ذكور. بينما عمركم سمعتوا عن ست اغتصب الطفل؟ انا شخصيا عمري ما سمعتها. الجنس عند الراجل مطلب جسدي مش زي الست روحي، يعني في حين وجود رجالة مش شرط تحب الشيء اللي هتمارس معاه الجنس عشان يتبسط، أغلب الستات العكس تماما. كل هم الراجل في الغالب إشباع رغبة وغريزة جسدية بحتة، أما الست عندها صمام أمان تقدر تتحكم في نفسها وفي غرايزها. الراجل عنده هرمون التستوستيرون مبهدل حياته، مخلي الرغبة الجنسية عنده مش بس أعلى، لا واستثارته أسهل. فيا إما تشوفوا حل بقى، يا إن تعبنا في الشوارع بصراحة. أنا عندي حلين ألطف من بعض لتقليل حوادث وحالات الاغتصاب والتحرش واللي شبهها، خصوصا للرجالة اللي بتعاني من قلة أو انعدام التقدير نفسيا، وللأسف دول كتير في بلدنا. الحل الاول نعمل لهم تطعيم يمنع الهرمون الزفت ده اللي اسمه تستيرون ده، عشان احنا قرفنا منكم بصراحه. كائنات ماشيه في الشارع بحاله مشبعه بكل انواع الهياج، عصبي، نفسي، جنسي، ارحمونا بقى، قرفنا منكم. حاولوا تسيطروا على نفسكم شويه، فضحتوا نفسكم كفايه، تعبنا. الحل الثاني ان احنا كستات لازم ننتقم للي بيحصل في الكوكب جنسيا من الرجاله، لانه كتير بصراحه كده، اوفر قوي. اشوفكم الحلقه الجايه.